وافق مجلس الوزراء على إنشاء وحدة البريكس بالمجلس، بحيث تعني بملفات التعاون مع تجمع البريكس وتضم في عضويتها الوزراء والمسؤولين المعنيين. جاء ذلك خلال اجتماع في مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة، حيث تمت مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل المهمة. من ناحية أخرى، أشاد رئيس الوزراء خلال الاجتماع بما تحققه مدينة العالمين الجديدة من جذب سياحي حي، وخاصة خلال هذا العام، وذلك بالنظر لما تتمتع به من العديد من المقومات الفريدة والسمعة المتميزة خارجيا، وهو ما يجعلها مقصدا للسائحين من مختلف دول العالم. وفي الإطار ذاته، أشار رئيس الوزراء إلى التوجيه الصادر لوزير الطيران المدني بأهمية العمل المستمر على تطوير مطاري العالمين وبرج العرب الجديدة، ليتواكب مع ما تحظى به المدينة من إقبال شديد من السائحين من مختلف دول العالم. وخلال الاجتماع، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، كما وافق على منح شركة سامسونج إلكترونيكس مصر الرخصة الذهبية لإقامة وتشغيل مصنع التليفون المحمول ببني سويف.